مرحبا بكم إخواني في هذه الحلقة الجديدة على مدونة المخترع. طبعا في هذه الحلقة سوف نتطرق طريقة الشراء عبر بطاقة بايونير. طبعا بطاقة بايونير الغير معتمدة من الباي بال، حيث لا تفعل الباي بال ستجد هناك مشكلة في الشراء عبر الإنترنت. طبعا تجد مشكلة من حيث المواقع التي تدعمها، لأن أغلب المواقع الشراء مثل موقع تينيديال أو موقع ميني دي بوكس أو موقع جيك بوين أو موقع جيفر بيست أو أمازون، مثل هذه المواقع لا تدعمها. وبطبيعة الحال فإن هذه المواقع تدعم الباي بال. طبعا أغلب المواقع التسوق فهي، أو أقول كل مواقع التسوق تدعم الباي بال، لذلك فنحن سنستخدم الباي بال كوسيط فقط بين بايونير والشركة التي تريد الشراء منها. كيف يعني؟ شاهد معي هذا الدرس وسأريك كيف على طريقة مجربة مني شخصيا. طبعا توجه مباشرة إلى الباي بال، انقر على بروفايل وانقر على اد ايديتد كريديت كارد. عند التوجه مباشرة تلاحظون هذه هي بطاقتي، قمت بإضافتها مؤخرا. يجب أن تكون بطاقتك مشحونة بدولارات، مشحونة بدولارات من أجل طبعا الشراء عبر الإنترنت، من أجل الشراء ومن أجل أيضا إدراج هذه البطاقة. ننقر على Add a Card. كما تلاحظون نختار ماستر كارد، ثم نكتب معلومات البطاقة هنا وننقر على Add a Card. كما تلاحظون أنا قمت بإدراج بطاقتي بنجاح، وهي بطاقة بايونير. كما تلاحظون الرقم الأخير وهو 4227. ها هو الرقم الأخير 4227. إذن لو ذهبنا إلى overview تلاحظون هذه هي العملية التي قمت بالشراء، يعني الاقتطاعات من موقع تينيديال. ها هو موقع تينيديال، كما تلاحظون 3.86 دولار و 1.54 دولار، لكن هذه العملية إخواني فهي ستعمل لك اقتطاع بسيط من ثمن كل شراء، عملية شراء. فكما تلاحظون هنا في البيندينج هنا تلاحظون 4.15 دولار و 1.87 أو 67 دولار. باي بال كما تلاحظون تينيديال، هذا هو. لذلك إخواني فالطريقة يجب عليك فقط إدراج بطاقتك ثم التوجه مباشرة إلى الموقع الذي تريد الشراء من خلاله، موقع تينيديال أو أي موقع تريده. أطلب المنتوج ثم دع أو انقر على كاش أوت عبر الباي بال، ومبروك عليك المنتوج وشراء أي منتوج تريده فقط ببطاقة بايونير التي يمكنك شحنها من منتدى الجلفة مباشرة. كما تلاحظون في موقع تينيديال هذه هي طلباتي التي قمت بطلبها، يعني مجموع هذه وهذه هي 3.86 وهذه فهي 1.54 دولار، فهي أشياء بسيطة قمت بتجربتها عبر بطاقة بايونير. نشكركم إخواني على حسن المتابعة، أتمنى أن يكون الدرس قد أعجبكم. إن أعجبكم الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك، ولا تنسى أيضا الضغط على زر سبسكرايب، ولا تنسى أيضا النقر على أو الضغط على اللايك على صفحتنا على الفيسبوك فهي مدرجة أسفل الفيديو، وإن كنت من على المدونة فهي على يسارك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.